في قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يقول: هل في هذه الآية دليل على أنه لإقامة الحجة على المجتمع لا يلزم بلوغ الحجة لكل شخص عينا؟ كيف؟ يقول: هل في هذه الآية دليل على أنه لإقامة الحجة على المجتمع لا يلزم بلوغ الحجة لكل شخص عينا؟ الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة. نعم.